ويا هلا شباب، يلا نكمل. او يلا نكمل ال بالمونري امبولوزيم. فهسه احنا راح نحكي هذا الفيديو ان شاء الله قصير عن الدايجنوسيس وعن المانجمنت مال البالمونري امبولوزيم. اوكي، بالنسبه للدايجنوسيس اكو فد يعني جراف انا ما مخليه بالملزم هنا، بس خليه اشوفكم اياه اللي هو هنا موجود. هذا يحكي لنا عن الدايجنوسيس، بس هذا شوفوا هذا قدامكم. اوكي، بس هذا للامانه انا ما حبيته لانه هو اوكي كامل وشامل ولطيف، بس يعني صعب الفهم وصعب الحفظ. اوكي، ومدخل لي هذا الدايجنوسيس ويا المانجمنت سوي. اوكي، فهسه انا اريد احكي بس عن الدايجنوسيس. اوكي، يعني هنا يحكي لي شو وقت انطي انتي كوجولنت، شو وقت ما انطي. خلي رابط الدايجنوسيس والمانجمنت في فيجر واحد، فهو يعني اني مو كلش حبيته، حبيت الخصه. فرحت البرنامج نوتابلتي ولخصته، جبت هاي الصوره. اوكي، فهذا ملخص مال ذاك بس عن الدايجنوسيس، شلون ندقنس، شلون نشخص مريض عنده بالمونري امبولزم. فبشكل عام نبلش بفتشي نسميه وولز سكور كرايتيريا. وولز سكور ما موجود عندنا بملزمتنا اي شيء، شلون يعني شلون نحسب هذا السكور. حتى الدكتور قال يعني صعب جدا انه ينحفظ، انا طلعت عليه. يعتمد على الكلينيكال فيتشر. اوكي، يعني هاي الكلينيكال فيتشر مال المريض هي كلينيكال فيتشر ساينز السيمتومز الهيستوري مالته، هي مريض يعني هي تتماشى ويا مريض مال يعني ويا كيس بالمونر امبولزم لو ما تتماشى. يعني من خلال الولز سكور. اوكي، يعني نحسب الولز سكور راح يعطينا بالارقام. اوكي، اكو احتماليه انه هذا المريض عنده بالمونر امبولزم لو ماكو احتماليه. اوكي، فاذا اكو احتماليه يعني لايكلي بالمونر امبولزم. اوكي، اذا ماكو احتماليه انلايكلي بالمونر امبولزم، ماكو احتماليه انه بالمونر امبولزم. فاذا اكو احتماليه من خلال الكلينيكال فيتشر، من خلال الولز سكور، اذا اكو احتماليه فالموضوع كله سهل وبسيط. اوكي، لايكلي بالمونر امبولزم اروح للسي تي بي اي اللي هو كمبيوترايز توموغرافي بالمونري انجيوغرافي، يعني السي تي المفراس بالمونري انجيوغرافي. اوكي، سي تي بالمونري انجيوغرافي، هذا راح يعطيني صوره دقيقه. هو هذا الدايجنوستيك انفستيجيشن. اوكي، من الدايجنوستيك هو يعني اللي راح يعطيني كونفيرم ذا دايجنوستس. اوكي، هو الدايجنوستيك وهو الاصل، لان احنا حكينا عن الاكس راي، قلنا الاكس راي هي نوت دايجنوستيك، لكن السي تي بي اي هذا المفراس، مفراس الأوعية الدموية أو هيك يسمونه سي تي بالمونري انجيوغرافي، هذا هو الدايجنوستيك. أوكي، فشفت الولز سكور تتماشى لايكلي بالمونري امبولزم، تتماشى ويا البالمونري امبولزم، راح تتأكدت من خلال السي تي بي اي وخلاص، فضل الموضوع سهل. المشكلة وين؟ المشكلة إذا ما تتماشى ويا الموضوع، ما تتماشى ويا البالمونري امبولزم، اللايكلي بالمونري امبولزم. بهاي الحالة بالمونري امبولزم مو هينه، فلازم اتاكد مو بس على الكلينيكال فيتشر، اجيب شغله ثانيه اتاكد بيها همين هذا المريض يتماشى جوز وذ بالمونري امبولزم لو لا ما يتماشى ويا البالمونري امبولزم. فمن اللي يفيدني هنا؟ الدي دايمر. الدي دايمر عباره عن سبستنس، هي فراجمنت قطعه من الكلوته، يعني اذا تكونت خثره بالدم وهاي الخثره ما راح تبقى متماسكه تماما، هاي الخثره راح تتطافر من عندها فد فراجمنتس، فد قطع الخثره الدمويه اللي تتكون سواء راحت للبالمونري امبولزم او راحت لاي مكان بيها فراجمنتس يطلع، يعني تروح من عندها تتشظى من عندها قطع. اوكي، من ضمن هاي القطع الدي دايمر. اوكي، فاشوف اكو دي دايمر بالبلد لو ماكو. اوكي، اذا اكو دي دايمر يعني اكو خثره بالجسم، فهذا ممكن يكون بالمونري امبولزم، فاروح اتاكد بالسي تي بي اي. اوكي، يعني حال اللايكلي بالمونر امبولزم. اوكي، يعني تاكدت الكلينيكال فيتشر ما قنعتني، رحت للدي دايمر. دي دايمر هنا قنعني، قال لي يابا اكو احتماليه انه بالمونر امبولزم، لان هنا شفنا دي دايمر، شفنا اكو فراجمنتس اوف بلاد كلوت، فاروح للسي تي بي اي اتاكد. اوكي، اللي هو الدايجنوستيك. اذا حتى دي دايمر طلع نيجاتيف، يعني حتى فراجمنتس مال البلاد كلوت ماكو، فهنا لا الكلينيكال فيتشر هي مال بالمونري امبولزم ولا الدي دايمر يقول لي يابا ممكن اكو هذا بالمونري امبولزم، اكو كلوت بلاد كلوت. فبالتالي هنا انا شنو
not pulmonary embolism، يعني هنا تأكدت انه هذا مو pulmonary embolism. اوكي، فهاي سالفة الدايجنوسيس حليناها. هنا نحكي عن CTPA، يقول يابا هو first line، هو ال first line diagnostic test. بعد شنو هذا؟ it has the advantage of visualizing، راح اشوفه بعيني، the distribution and extent of the emboli or highlighting. اوكي، راح اشوف اشوف الامبولاي بعيني واعرف يعني هاي مدى حجمها. اوكي، extent of the emboli or highlighting an alternative diagnosis. اذا اكو يعني اذا طلع هذا مو pulmonary embolism فالدايجنوسيس اخر، اوكي، فالديزيز اخر، هم يعني CTPA يشوفني، فالCTPA كلش لطيف ومفيد. اوكي، an alternative diagnosis such as consolidation, pneumothorax, aortic dissection. اوكي، هنا واحد يسأل يقول اذا هو هذا راح يشخص لي هو diagnostic للpulmonary embolism، وهو ايضا ممكن يشوفني بقية الديزيز مثل pneumothorax او aortic dissection، ليش ما هو من البداية المريض البلمونري امبولزم قبل اسوي له سي تي بي اي بدون ما كلينيكال فيتشر، بدون ما اي واحد اشك به، بدون دي دايمر وهاي الجدول مالتي او المخطط مالتي، قبل اسوي له سي تي بي اي واتشيك الموضوع. فهنا السي تي بي هذا سي تي مفراس، فما اقدر اسويه لكل مريض اشك به، اوكي، لانه براديشن، وكذلك الموضوع الكلفة ايضا الكوست، هاي المواضيع تحددني، فاني امشي ضمن لاين عقلاني ومنطقي، اوكي، مدروس. يقول لي معلومات كونتراست ميديا مي بي نفروتوكسيك، احنا هذا يستخدمون به كونتراست، ماده كونتراست تشوفني، اوكي، فهاي الكونتراست هي نفروتوكسيك، فاي مريض عنده رينال امبيرمنت ما يصير استخدم له سي تي بي اي. اوكي، اي اشعاع باي تصوير بصبغه بكونتراست ما يصير استخدم المريض عند رينال امبيرمنت، هاي قاعده بالطب. سي تي بي اي افويدد ان ذوز وذ ا هيستوري اوف الرجي تو ايودينيتد كونتراست ميديا، اذا واحد ما عنده رينال امبيرمنت بس عنده الرجي للكونتراست ميديا فايضا ما استخدم اللي هي. زين اذا ما استخدمته ايش راح اسوي؟ شنو البديل؟ قال لي عندي البديل هو الفي كيو سكان اللي هو فنتيليشن بيرفيوجن سكان. اوكي، هذا يعني يفيدني بالتشخيص بالدايجنوسيس. فهاي الصوره هي صوره سي تي بي اي، اوكي، وتشوفني هنا انه هذا المريض عنده بالمونر امبولزم، واحنا لحد الان ما دارسين السي تي ومتعلمين عليه، فهاي الصوره بس سي تي نطلع عليها. وهنا الفنتيليشن بيرفيوجن سكان شون بالمونر امبولزم ان رايت ابر زوم، هذا البيرفيوجن سكان وهذا فنتيليشن سكان، ventilation perfusion scan. الventilation scan يشوف لي توزيع الهواء على اللانك، فده تشوفون انه هنا اللانك كلها ده تستلم هواء، وهنا هاي اليمين واليسار ده يستلمن هواء طبيعي، فالventilation scan طبيعي ما بيشي. perfusion scan يعني توزيع الدم، اوكي، البلاد. فاكو هنا عندي defect، يعني هنا عندي فت segment من هاي اللانك ما بيها ما دي وصلها دم، اوكي، فهذا يعني اكو انسداد بالبلمونري ارتري اللي يزود هاي السيجمنت، فاكو هنا عندي بلمونري امبولزم. اوكي، فهاي دايجنوسيس، فهي حكينا عن الدايجنوسيس، اوكي، من الكلينيكال فيتشر وهذا المخطط، عرفنا دور السي تي بي اي ودور الفنتيليشن بيرفيوجن سكان. هسه نجي للمانجمنت. المانجمنت انا عندي جنرال ميجرز، هذا المريض عنده هايبوكسيا ودي يتالم، فانطيه اوكسجين اوبيويدز. اوكي، الاوبيويد اكون حذر من البلاد براجر وياها، ممكن تسوي هايبوتنشن. انطيك انتي كواجوليشن، يعني هو العلاج الرئيسي لمريض البلمونري امبولزم هو خثره، فانطي مواد مضاده للتخثر، فانطي انتي كواجوليشن. اوكي، فالانتي كواجوليشن عندي لو مولكيولار ويت هيبارين. اوكي، لو مولكيولار ويت هيبارين، مثالها الانوكسابارين، هذا يعني عندي هاي الطريقة الأولى، أوكي، أو اللاين الأول، ممكن أنطيه إنوكسابارين فلود باي وارفارين. أوكي، بالبداية لو مولكيولار ويت هيبارين اللي هو الإنوكسابارين، بعدين يبقى على وارفارين، أو عندي لاين آخر مال أنتي كوأجولنت اللي هو شنو أنطيه؟ دايركت أورال أنتي كوأجولنتس،
ذني الادويه اللطيفات الجميلات اللي هو مثل ريفاروكسابان وابيكسابان. اوكي ذني may be used immediately from diagnosis or after diagnosis without the need of low molecular weight heparin. يعني اذا بديت له بالدواك direct oral anticoagulants هنا ابديه مباشره بعد الدايجنوسيس بدون ما انطي شو اسمه انوكسابارين. اوكي فعندي هنا خطين مال انتيكوجولانت، ممكن الخط الاول او الخيار الاول انه انطي انوكسابارين فلود باي وارفارين، والخط الثاني انه مباشره ابلش له بدواك، دواك مثل منو؟ ابيكسابان او ريفاروكسابان، اكو هوايه ادويه مال دواك. اوكي اذا الاشهر. طيب يقول لي in patients with active cancer and VTE يعني venous thromboembolism maintenance anticoagulation with low molecular weight heparin is associated with lower recurrence rate than warfarin. هنا يحكي عن الخط الاول، عن هذا الخط. اوكي احنا مو قلنا ننطي انوكسابارين وبعدين maintenance followed by warfarin، يعني بعدين يبقى على warfarin. اذا المريض عنده active cancer هنا الافضل انه يبقى على انوكسابارين، يعني كمينتنس يبقى على على انوكسابارين. اوكي مينتنس انتيكواجوليشن وذ لو مولكيولار ويت هيبارين يعني الانوكسابارين از اسوسييتد وذ الاور ريكرنس ريت ذان وارفارين. اوكي اذا مريض عنده اكتيف كانسر يبقى على الانوكسابارين، من ما المينتنس دوز او المينتنس دراج مالتل الانوكسابارين مو الوارفارين. اوكي هاي القضيه. يقول لي ديوز زين هاي حكالي عن الخيار الخط الاول من العلاجات. الخط الثاني شو يقول لي ملاحظه عنه؟ The use of دواك in cancer associated thrombosis is under study. لان الدواك ان ادويه حديثه فبالتالي اثرهم بالمريض اللي عنده كانسر هو under study لحد الان ما كملت الدراسات عنه. ويجوز يعني خلال ما انا اشرح هذا الفيديو نزلت هاي الدراسات. اوكي لان العلم يتطور بسرعه. The use of DOAC direct oral anticoagulants in cancer associated thrombosis is under study. اوكي بس الانوكسابارين يعني هو الماشي وهو lower recurrence. البيشنت اللي قلت لكم عنه بالفيديو الاول وكانوا ينطونه انوكسابارين. اوكي هو المينتنس دوز مالته وبقوا ينطونه انوكسابارين. اوكي ف بعض الاحيان يحتاجون ينطون ثرومبوليتيك دراجز، بعض الاحيان سيرجيكال ثيرابي. شلون؟ باعوا الثرومبوليتيك نبدا من الاخير. الثرومبوليتيك دراجز منو هن؟ الالتبليز اشهر مثال عليه اللي موجود بكثره في اسواقنا اللي هو الالتبليز اللي هو صحوا له اكتيليز. اوكي هذا الاكتيليز او الالتبليز، الاكتيليز هو الاسم التجاري مال الالتبليز. اوكي ف الاكتيليز او الالتبليز هذا هو يعني ثرومبوليتيك مو انتيكوجولنت، هذا يروح للخطره يحللها. اوكي بينما الانتيكوجولنت يمنع الكوجوليشن يمنع التخثر. المهم هذا يشتغل على البلازمين والبلازمينوجين، شوفوا الاليه مالته. هذا الثرومبوليتيك درايف انديكيتد ان اني بيشنت بريزنتنج وذ، مو اي مريض بالمونر امبولزم انطي ثرومبوليتيك، لازم شنو؟ presented with acute massive pulmonary embolism accompanied by hemodynamic instability يعني عنده shock and hypotension. اوكي يعني مريض عنده acute massive pulmonary embolism لازم اوكي لان هاي راح توقف السيركوليشن وهذا راح يموت البيشنت، فهنا لازم انطي thrombolytic. اوكي وكذلك لازم عنده hemodynamic instability، صاير عنده shock صاير عنده hypotension. اوكي الhypotension معروف، الشوك نعرفه مثلا من الكونشس ليفل مالته انه هذا دخل بشوك واكو ساينز مال الشك دارسيها احنا. Patients must be screened carefully for hemorrhage risk as there is a high risk of intracranial hemorrhage. هذا من بدينا نعطي ثرومبوليتيك دراجز لاني يعني ادويه مو سهلات الاكتيليز فبيهن هاي ريسك اوف intracranial hemorrhage يسوون hemorrhage خصوصا احنا نخاف من الاي سي اتش انتراكرانيال هيموراج فلازم نراقبه وبحذر كيرفولي سكرينت سيرجيكال. زين هاي الـ يعني الثرومبوليتيك دراج سيرجيكال ثيرابي نحكي عنه
يقول لي سيرجيكال اور بيركتينوس بالمونري امبولكتومي، يعني من خلال عمليه هاي يفتحون ويشيلونها، او بيركتينوس امبولكتومي يشيلون الامبولاي يشيلون هاي الخثره. may be considered in patients with an absolute contraindication to thrombolysis but carries a high mortality. يعني مريض عنده خثره، هاي الخثره بدنا نعطيها ثرومبوليتيك وانشالت كان بها، اعطيناه اكتيليز وراحت يعني تفككت تفتتت هاي الخثره وراحت كان بها والحمد لله. اذا المريض كونترا يعني عنده فد ديزيز اخر فد كونديشن اخرى فهو كونترا انديكيشن ابسولوت كونترا انديكيشن ثرومبوليسيس، ما نقدر نعطي ثرومبوليتيك دراج. بهاي الحاله ممكن نلجا الى طريقه السيرجيكال اور بيركتينوس بالمونري امبولكتومي، وهاي القضية خصوصا في بلد متطور مثل العراق، هاي متطور خلوها بين قوسين متطور طبيا، يعني خطرة جدا وفاشلة، كل يعني هواية نسبة الفشل مالتها carries a high mortality. اوكي يعني مريض هو pulmonary embolism، هو دسني، هو collapse، هو في حالة شك، وانا اجي اسوي العملية. اوكي والعملية اشيل بي افتح الفيزلز واشيل امبولاي، فهي خطرة جدا هاي العملية. اوكي بس يعني الاساس ما يعني هذا اللاينز مالتنا كثيوريتيكال. اوكي احنا عندنا نبديله بالهاي مانجمنت اوكسجين واوبيويد، نبديله انتي كوجولنت، وراح نشوف عنده يعني اثناء مدى نشوف الكيس ونتابع الكيس نشوف عنده هيمودايناميك انستابيليتي يعني شك وهايبوتنشن. اذا نوع البالمونري امبولزم مالته همين اكيوت ماس البالمونري امبولزم، هنا نبلش له ب ثرومبوليتيك درايفز. في حاله الثرومبوليتيك درايفز ما فادتني او ما اقدر اعطيها للبيشنت، اكو كونترا انديكيشن ابسولوت كونترا انديكيشن، هنا لازم الجا الى خيار العمليه. اكو عندي شيء اسمه انفيرير فينا كافا فلتر، اللي هو شنو؟ انا بالعاده هاي الفلتر الامبولايد تجي من اللور ليمب وتصعد للبلمونري ارتري. اوكي فيخلون بالانفيرير فينا كافا فتفلتر يمنع مرور هاي الامبولاي الخطره الى القلب. اوكي اذا ما وصلت للقلب يعني ما راح توصل للبلمونري ارتري ونعيش بسلام. اوكي فهاي يعني شيء جميل ولطيف. should be considered in any patient in whom anticoagulation is contraindicated or who has a recurrent VTE venous thromboembolism despite anticoagulation. يعني مريض مشي على الانتيكواجيليشن ممتاز، ما مشي على الانتيكواجيليشن هنا من الخيارات اللي امامي انه اسوي له inferior vena cava filter. اوكي اللي هو خلي له فد فلتر بالانفيرير فينا كافا يمنع صعود اي خطره تتكون بالفينز، يمنع صعودها الى الهارت. اوكي البروجنوسيس اخر سايد، البروجنوسيس مال بالمونري امبوليزم immediate mortality is the greatest in those with echocardiographic evidence of right ventricular dysfunction or cardiogenic shock. يعني اذا البيشنت دخل في right ventricular dysfunction او دخل بكارديوجينيك شوك فهنا راح تصير المورتاليتي كلش عاليه. طيب يقول يابا once anticoagulation is commenced the risk of mortality falls rapidly. يعني احنا من ننطي anticoagulation المورتاليتي تقل هواية، anticoagulation كلش راقية في تقليل المورتاليتي. the risk of recurrence is highest in the first 6 to 12 months after the initial event. هنا يحكي له عن recurrence، يقول هي يعني اقوى خطر ريسك ما ريكورنس باول 6 الى 12 شهر باول سنه يعني. and at 10 years around one third of individuals will have suffered a further event. خلال 10 سنوات ممكن ثلثهم يعانون من يعني second event of DVT or pulmonary embolism. اوكي هاي بالنسبه للبروجنوسيس مالتهم، يعني بعد 10 سنوات ثلثهم راح يصير ريكورنس عندهم. اوكي هاي هي الايكو كارديوغرافي. من حكينا عن الدايجنوسي عن الـ يعني حكينا عن انواع وحكينا بالفيديو الاول، هسه حكينا عن السي تي بي اي، ما جبنا طار الايكو، هو موجود عندنا كلام قليل بالملزمه بس يعني انا ما خليته ويا البروجنوسيس. الايكو اكبر اهميه للايكو بالمريض بالمونري امبوليزم هي في تحديد البروجنوسيس. اوكي حتى اشوف صاير عندي رايت فينتريكولار ديسفانكشن لو ما صاير، اذا صاير رايد فينتريكولار ديسفانكشن فهذا بور بروجنوسيس، اذا ما صاير رايد فينتريكولار ديسفانكشن بعد الرايد فينتريكول شغال فبهاي الحاله يعني جود بروجنوسيس.
اوكي، فالايكو اهميته في اهميه البروجنوسيس. وانتهى هذا الفيديو، كل التوفيق ان شاء الله.